قاعد بيصير الموضوع أكبر من موضوع إنساني. الموضوع وصل لأكثر من 32 ألف قتيل في غزة، وحكوماتنا العربية وعلى رأس الحكومة الأردنية حكومة ماخذ موقف منبطح، موقف خاين، موقف عميل. لازم تصحى، لازم توقف اتفاقية وادي عربة، لازم توقف اتفاقية الغاز، تنهي اتفاقية الماء، تنهي اتفاقية وادي عربة، تلغي الوجود الأمريكي والوجود الغربي كامل في الأردن، ونستعيد سيادتنا الأردنية على كل مقدراتنا الوطنية سواء السياسية والاقتصادية أو العسكرية، وننهض وطنيا في الشعب الأردني حتى نوصل لتحرير ومساندة أهلنا في فلسطين. كل دم بغزة بتحمله السادة المسؤولين في البلد هنا والوطن العربي كامل، الجيش وكل شخص بيحمل سلاح وما استعمله ضد الكيان الصهيوني بتحمل هذا الإثم. فاحنا بنيجي بنرفع أصواتنا إنه يا رب تقبل منا إنه ما نتحمل أثامهم، ما نتحمل الأثام اللي الساسة تعونا اللي منبطحين فعلا زي ما حكون منبطحين للكيان الصهيوني، بنودي لهم خضره، بنودي لهم اكل. اخواننا في اليمن سكر عليهم الطرق، احنا فتحنا لهم الطرق، عندنا 400 كيلو حدود بريه. فلسطين الكتائب القسام بكل بساطه باربع ساعات غزو غلاف غزه واستعادوه كامل. الوطن العربي بامكانه بكل بساطه يستعيد، ولكن احنا بنحاول نحافظ على كراسي حكامنا. بدنا نستعيد أرض فلسطين من البحر إلى النهر. لا بنعترف لا بأوسلو ولا بنعترف بكيان صهيوني ولا بقواعد أمريكية في الأردن، ويا رب تقبل منه، ويا رب إن شاء الله النصر قريب جدا إن شاء الله. وأي شخص في فلسطين وأي شخص في الأردن، أي شخص في الوطن العربي، أي شخص مسلم بيعرف إنه فلسطين أرض كاملة تراب، ما بدنا 67، ما بدنا حل دولتين، بدنا فلسطين كاملة.